أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية. تأتي مشاركة سيادة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. يعني يا رب تبقى قمة لم الشمل تحديدا، يمكن وفيها يعني تم تفعيل مقعد سوريا بمشاركة الرئيس بشار الأسد، فيا رب تكون يعني قمة هادفة ونلاقي فيها وحدة صف للوحدة العربية جميعا. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الوادي التابعة لمركز الصف في الجيزة. أما عن أخبار القوات المسلحة، فالفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول بحري جوسيبي كافو رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. الأخبار اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية، وتأتي مشاركة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الوادي التابعة لمركز الصف في الجيزة، وأكد رئيس الوزراء إن في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة سير المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وده للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن علشان تسهم في تغيير حياة المواطنين للأفضل. امبارح خلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف اللي بتقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائد اقتصادي من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي. كمان امبارح خلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ميناء 6 أكتوبر الجاف اللي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، وأكد رئيس الوزراء إن المشروع بيمثل نموذج مميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة بتشهد تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول بحري جوسيبي كافو دراغوانا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز أفاق التعاون والتنسيق ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين. امبارح استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سيسيليا روستروم راين السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية والوفد المرافق ليها بمقر القطاع. خلال اللقاء تم استعراض جهود الوزارة في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة باعتبارها إحدى أولويات العمل الأمني.